كل الحشرات اللي كانت خارج الكوخ كلها دخلت على الكوخ. احنا ما احنا عارفين ايش الحشرات هذه، الوضع ظلمه، قفلت الكهرباء في نفس الوقت. في رحلة المشي ما كان معانا الأكل والشرب اللي يكفي. غمار أنا أعتبرها زي البوصلة، ما حتمشيك الطريق، هي بس ترشدك على الاتجاه. من قلب المغامرة والمسارات الصعبة ولدت مبادرة البوصلة قبل 7 أعوام، وحولها مؤسسها في عام 2021 إلى جمعية غمار. احنا بنقدم المغامرة كحل اجتماعي يعزز ويعمق التواصل الاجتماعي مع المجموعة. استقطبت الجمعية شباب يبحثون عن تغيير سلوكيات بعد ما أصبحوا أسرى الجوال والعالم الافتراضي. أنا انطويت على نفسي، حتى لو أبغى أطلع ما يكون عندي أحد أصلاً أطلع معه. غمار تجربة فريدة في السعودية، خاض غمارها شبان طامحون شجعان متخصصون ومبادرون كعبد العزيز العوفي وأنس الشريفي. حتى أذكر قد قال كلمة إلى الحين أتذكرها، لو كان سهلا لفعله الجميع. بدأت الحكاية مع أنس الشريفي الباحث والمتخصص في علم النفس. راقب سلوكيات الشباب السعودي واهتماماته، وعزم أن يقوم بشيء مختلف، شيء يقوم على المغامرة. ثمانية ساعات يومياً هذا متوسط استخدام الشباب للأجهزة الذكية، واللي يخلق تحديات مرة كثيرة وكبيرة قدام الشباب، ما بين انعزال اجتماعي، فقدان الرغبة والقدرة على التواصل والتفاعل الاجتماعي الحقيقي، انخفاض حتى في مستوى التجارب الحياتية، وكذلك تدني مستوى المهارات العملية. كل هذه التحديات تحديات جديدة، يعني صار الشباب يواجهوها بدون ما يكون عندهم خلينا نقول حلول مباشرة تناسبهم، تكون جاذبة وكذلك مؤثرة بالقدر المناسب اللي يحتاجوا الشباب في هذيك المرحلة وفي هذيك الفترة. فهذا خلى عندنا كذا أسئلة مفتوحة، يعني كيف أقدر أجاوب على هذه الأسئلة وأقدم يعني خلينا نقول خيار مناسب أو حل مناسب. حتى جاء ذاك اليوم، هذاك اليوم جاء واحد من الشباب معنا في الفريق وقال في مغامرة، أنا أحب المغامرة. فكان في رحلة قال خلينا نشارك معهم، رحلة هايكينج كانت في حافة العالم. المستوى كان جديد علينا، يعني كان تقريبا مطلوب نقطع حوالي 190 كيلو خلال 3 أيام، نبدأ من العمارية وننتهي في حافة العالم. هذا مشوار الروح وبدأ مشوار الرجعة. التحدي كان صعب بس تحمسنا مرة نشارك. كانت أول مرة أشتري دراجة احترافية، وبدأت أشتري العدة والأدوات والجزم والملابس الله يكرمكم على أساس أكون جاهز للتحدي الجديد. بدأنا بعد صلاة الفجر، رحنا على مكان التجمع، ركبنا الدراجات وكان قدامنا تقريباً 50 كيلو بالدراجة. من الساعة 6 الصباح إلى الساعة 12 تقريباً الظهر وصلنا وقتها المحطة الأولى، أخذنا استراحة يمكن حوالي 2 ساعة، بعدها انطلقنا للمحطة الثانية، فدخلنا في الوادي وهنا تركنا الدراجات وصرنا نمشي. هنا كان التحدي بدأ يأخذ منحى مرة مختلف. حرارة الشمس، الطريق كان وعر جدا، كنا تقريبا 70، فهنا بدينا حتى نتباعد. كان المفروض نوصل المحطة الثانية الساعة 6 المغرب، على الساعة 5:30 أو 6 مع تقريبا غروب الشمس دخل الليل، وقفنا نصلي صلاة المغرب والعشاء. بعد الاستراحة طلع قائد المسار وصدمنا بالمعلومة، قال إنه إحنا ضايعين. هذه كانت صدمة،
مع العدد الكبير تباينت ردود الأفعال. تخيل لنا تقريبا من الساعة 6 صباح وإحنا نمشي إلى الساعة 6 المغرب، كيف بنكمل المسافة الباقية أصلاً؟ إحنا ما ندري وين. والمشكلة هنا إنه حتى الانسحاب ما هو خيار مطروح مرة، لأن الانسحاب معناته إنك يعني بتمشي تقريبا حوالي 30 كيلو على طريق العودة وأنت ما تعرف الاتجاه. ما كان في خيار إلا نكمل قدام. في رحلة المشي ما كان معانا الأكل والشرب اللي يكفي. إنك تشوف كيف الناس ردود أفعالها تختلف، وكيف تعاملهم حتى مع بعضهم، كيف تعاملهم حتى مع قائد المسار. كنت أشوف مواقف كثيرة كنت أنصدم منها، أول مرة أدخل في تجربة بهذا العمق. تجاوزنا المرحلة هذه، بدينا نتكيف مع الموقف بسرعة. بدأوا بعض الشباب يقوموا بأدوار جيدة في احتواء بعض المشاركين وحتى توزيعهم. الحمد لله لين بدينا نتوزع على مجموعات، ترتبنا، نظمنا، صار الوضع أهدى بكثير يعني، وصرنا مستعدين نواصل ونكمل حتى نوصل المكان. ما وصلنا المحطة الأخيرة إلا الساعة 1 الليل، ولسه قدامنا يعني بعد صلاة الفجر اليوم الثاني رحلة العودة مرة ثانية، واللي كانت طبعا مستحيلة. لكن الموقف والتجربة، العمق اللي فيها، عمق التواصل مع المشاركين، التحدي البدني، التحدي العاطفي، بالنسبة لي كانت تجربة جديدة جدا. التجربة هذه طلعنا منها وكنا نقول ممكن هذه التجربة تكون هي الإجابات على الأسئلة المفتوحة اللي كانت عندنا قبل. كيف ممكن أقدم تحديات اجتماعية وعاطفية وبدنية يعيشوها الشباب، يعيش تجربة كاملة بكل تفاصيلها بالعمق والزخم اللي موجود في ذيك التجربة. كان التحدي الثاني أني أقدر أوظفها وأقدمها. أبغى أطلع من ذاك اليوم أبغى كل شاب يمر بنفس التجربة اللي أنا مريت فيها. طلعت مجموعة من الأفكار، مجموعة من التأملات، حتى ولد هذا المشروع. قررنا أنه المغامرة حل مناسب، جديد، جاذب، وكذلك إن شاء الله مؤثر. بدأنا في تصميم بعض البرامج على أساس نجرب. فكان أول شيء بدأنا فيه عيش المغامرة، طلقنا يمكن 3 نسخ، حوالي غطينا 150 مستفيد. الحمد لله أعطى نتائج كانت مرة رهيبة، حتى التحولات اللي قاعدين نشوفها قبل وأثناء وبعد البرنامج، فكانت إصداء مرة ممتازة، أعطتنا دفعة كبيرة لتطوير هذه الممارسات. بعد عدد من التجارب اكتشفنا الموضوع علمي، وصلنا لمنهجية للتعليم من خلال المغامرة Learning Through Doing Adventures LTDA. بدأنا نتعلم أكثر ونحاول نعكس هذه المنهجية على البرامج والممارسات اللي احنا بنقدمها للشباب. فاليوم نتكلم عن طيران شراعي، نتكلم عن استكشاف كهوف، أو حتى غوص، أو تسلق جبال. كل هذه المغامرات بنقدمها في قالب تعليمي نعتقد أنه إن شاء الله جاذب بشكل جدا قوي، وكذلك مؤثر، يقدم الأثر اللي نسعى له في هذا المشروع. لماذا سميت بغمار؟ وما هو الهدف اللي سعى له أنس ورفاقه؟ غمار اللي هي الأعماق، فهذا المصطلح لقينا أنه له صلة وارتباط بنوع البرامج والأنشطة اللي احنا بنصممها وبنقدمها للشباب، فاخترنا هذا الاسم. غمار تساعد الشباب اليوم من خلال 3 أشياء أساسية المغامرة بتوفرها. احنا بنقدم المغامرة كحل اجتماعي يعزز ويعمق التواصل الاجتماعي مع المجموعة. النقطة الثانية، بنوفر تجارب حياتية جديدة للشاب. لما الشاب يجرب رياضات ومغامرات جديدة ممكن لأول مرة يجربها، هذه التجارب تفتح لشاب أفق أوسع. النقطة الثالثة، بنساعد الشباب على ممارسة مجموعة من المهارات الحياتية. كل البرامج بنصممها على أساس تحديات بدنية وعاطفية بيمر فيها الشباب في سياق جماعي. فإحنا بنقدم هذه المغامرة كحل اجتماعي وبنمارس معها مجموعة من الأدوات. فإحنا المغامرة عندنا أحياناً بندمج معها ورش العمل، جلسات الإرشاد والتوجيه الشخصي، أحياناً حتى بعض المقاييس اللي من خلالها بنتعرف على نقاط القوة عند الشباب المشاركين معنا. تميم اللي ما كمل بعد 17 من عمره وجد نفسه متطوع في غمار، هو صاحب الأحلام والطموحات الإعلامية الكبيرة. من
صغري أحب تقديم البرامج وبالأخص البرامج الأخبارية، ولكن ما كتب الله أني أصير مقدم برامج أخبار، فما وقف الموضوع عندي هنا. فأنا أحب التقديم بشكل عام، خاصة في البرامج الحوارية، فوجدت من أفضل الأشياء هي البودكاست. أهلا وسهلا بالجميع، أنا تميم الظاهري وهذا بودكاست. أنا نقلت مدرسة في أولى ثانوي، تعرفت فيها على أصدقاء كثير. كان واحد من الأصدقاء هذولي كنت قاعد أسولف معه، بعدين قلت له أنا بدي أسوي بودكاست، فقام لف وجهه علي فقال لي حتى أنا أبي أسوي بودكاست، فقلنا أوكي ليش ما نسوي سوا. سلامك من هاشم. أنا تميم وهذا بودكاست الزاوية. أهلا وسهلا بالجميع. بدينا شغل، قعدنا يمكن 4 أو 5 شهور، نزلنا البرومو حق البودكاست. غمار كانوا من أول الناس اللي دعمونا، كانوا من أول الناس اللي نشروا لنا، فكان حتى البودكاست من ناحية غمار كان له صلة بيني وبينه. بدأت مع غمار قبل يمكن 4 سنوات، كنت في أحد البرامج. بعدها بسنة بالضبط من هذا البرنامج أعلنوا عن أحد برامجهم، شفت إعلانه ولا اهتميت فيه، لين أمي جاتني جلست معي كلمت أحد المشرفين هناك، كان ضمن رسالة صوتية اللي أرسلها لي، كان يقول أحد البرامج اللي كانت موجودة هي الهايكينج، هذا البرنامج شدني جدا جدا، أو كلمة هايكينج شدتني جدا جدا، فمن عقبها شاركت في البرنامج هذا. كانت مدته 5 أيام، في ال5 أيام هذه تعلقت بالناس اللي هناك بشكل غريب، حسيت بانتماء لهم شوية، حبيت روحهم، حبيت طريقتهم في التعامل مع الشباب اللي هناك، حبيت مغامراتهم. إلى جانب دراسته وهو الآن في صف الثاني ثانوي، تطوع تميم العام الماضي في جمعية غمار لسبب واضح ومحدد. تطوعت مع غمار لأنه واحد، أنا إنسان يحب التطوع، يحب العمل الحركي، وفي غمار خاصة العمل غالباً يكون عمل حركي. كنت أخاف أكلم اللي أكبر مني، فمع غمار تعاملت مع ناس بأعمار مختلفة، اكتشفت أشياء كثير في شخصيتي كانت مختفية. أستاذ أنس إنسان لطيف جدا جدا جدا، فوق أنه قيادي رائع. حتى أذكر قد قال كلمة إلى الحين أتذكرها، لو كان سهلا لفعله الجميع. مراهقتي أنا ما هي صعبة، بس برضو ما كانت سهلة بالنسبة لي. أنا كان عندي إدمان مفرط على السوشيال ميديا، أنا كنت أوصل في الجوال استعمال يومي 15 ساعة 16 ساعة ما خلص يوم، صار بشكل شبه معدوم حياتي الاجتماعية إلى حد ما تقريبا، غير الدوام الرسمي طبعا اللي هو دوام المدرسة، بس طلعاتي أنا يمكن عادي أسبوع أسبوعين تمر ما كنت أطلع. كيف تخلص عبد الرحمن من هذا الهوس المرضي؟ كيف انخرط في المجتمع؟ كيف تحول شخص آخر؟ سنتابع قصته. ضيعت وقت كثير كنت أقدر أستمتع فيه في أشياء واجد برا البيت، بس إنه خلاص يعني الآن في عمري هذا صعب إني أسويها. السوشيال ميديا ما هو كل شيء، قعدتك في البيت ما هي كل شيء، هو الشخص بنفسه هو لازم يقرر، لازم الشخص عشان يقدر يصلح أي غلط لازم يعترف إنه هذا الموضوع غلط. في أشياء كثير ودي أعبر عنها بس ما في أحد أقدر أعبر له شيء. أنا لأنه جبرت نفسي على الجلوس في البيت والأشياء اللي أسويها في البيت، لما حتى أصير أبغى أطلع ما في أحد، لأنه أصلا أنا ما كونت علاقات مع أحد. السوشيال ميديا لا حيساعدك في شيء ولا حيفكر عنك ولا ممكن يسوي شيء أي شيء عنك. غمار زي الرحلات اللي كانت تقدمها تبرز صفات في الشخص نفسه يمكن هو ما كان يعرفها. أنا كانت مسؤوليتي في أول رحلة أبغى أنبسط، أنا مشارك الآن،
ثاني رحلة صارت عندي مسؤوليات شوي. في الرحلة الثالثة أنا لما كنت ملتزم في المشاركين اللي موجودين كاملين وملتزم في نفسي وملتزم برضو في الشباب اللي معايا، هذه كلها التزامات تعطيك الروح القيادية اللي تحتاجيها عشان تمشي أي موضوع. تعمل جمعية غمار لتوظيف المغامرات والرياضات في إحداث تغييرات سلوكية واجتماعية، وقد أحدثت بالفعل تحول في حياة عبد الرحمن. غمار غيرت فيني شخصيتي الاجتماعية مع الناس، شخصيتي القيادية برضو، أن أكون مسؤول عن أي تصرف أنا أسويه، مسؤول عن أشياء، مسؤول عن اللي حولي. تعلمك أن كل شيء حيحصل أنت مسؤول عنه. رحلاتنا كلها تقدم مناهج قيادية لتعزيز السلوك القيادي لجميع الشباب، بس أنا من وجودي معهم برضو أنا كانت عندي مسؤوليات لازم ألتزم فيها. زي آخر رحلة كانت لنا موجودة للغمار كانت في أبها، أنا كنت المسؤول اللوجستي. تغير تفكيري في أشياء كثير، أنا درست سنة كاملة وبعدين غيرت تخصصي لهذه الدرجة، تعمق فيني التفكير والأشياء اللي كنت أسويها وقديش هي غلط. حياتي كلها، حياتي مع أسرتي، حياتي الاجتماعية، دائرة العلاقات اللي كونتها، هذه كلها غيرت في شخصيتي وغيرت فيني. غمار أنا أعتبرها زي البوصلة، ما حتمشيك الطريق، هي بس ترشدك على الاتجاه، أنت هذا هو اتجاهك، أنت اللي تمشي. أي طريق سلكه المهندس عبد العزيز العوفي، أي مغامرة خاضها، أي أخطار واجهها، إيش قصته؟ بدأت القصة تقريباً لحبي الهايكينج بتجربة ما أقدر أقول إنها حلوة إلا بعد ما تجاوزتها، لأنها كانت نوعاً ما مرعبة. الهايكينج الأصل لما تبدأ تجرب ساعة ساعتين، إحنا جربنا 5 أيام. أنا بطبيعة أحب المغامرة، لكن أحياناً المغامرة تكون too much، الواحد يحتاج إنه ينتبه، يحتاج إنه يكون واعي بكيف يغامر. أنا كنت الوحيد اللي كان معاه زمزمية موية، اضطروا 2 اللي معايا كلهم إنهم يقتاتوا على الزمزمية اللي معايا، زمزمية الموية. أنا مريض سكر، فكان برضو هذا صعوبة، كنت أفطر فطورين على أساس أني أحصل على الطاقة الكافية، كنا تقريباً نمشي 7-8 ساعات في اليوم، فكانت متعبة جداً ومهلكة. واحد عندنا مدخن، وأنا عندي إصابة رباط صليبي، والثالث أصلاً لياقته يدوب على قده صراحة. أول يوم كنا بننام فيه بعد التعب وبعد الإرهاق، وصلنا نشرنا ملابسنا، حطينا أغراضنا، صلينا المغرب وفجأة صوت اختفى تماماً، لأن نحن في يعني out of nowhere، في لا شيء، ونزلت مطرة وكل الحشرات اللي كانت خارج الكوخ كلها دخلت على الكوخ. كنا نسمع صوتهم، نسمع صوت الحشرات في الجدار بطريقة كده مجنونة، احنا ما احنا عارفين ايش الحشرات هذه، الوضع ظلمة، قفلت الكهرباء في نفس الوقت، فكان كده كأنه موقف في فيلم. قاعد نهرب، قاعد نحاول نشيل الأغراض، نشيل كل حاجة. فرحنا صراحة انه بدأ كده نقاش مع راعي المطعم اللي أجرنا هذا الكوخ، انه احنا مستحيل نرجع المكان هذا، أنا ما أعرف إيش حيكون تحت السرير، إحنا كنا في غابة، يعني ورانا غابة تقريباً، ما كان بالنسبة لنا شيء بسيط، فببساطة نمنا جالسين. فذاك اليوم كان من أصعب الأيام وأسوأها. أنا الآن ما أقدر أرجع، أنا لازم أكمل الرحلة، أنا ما مداني أرجع، لو كان مداني أرجع يمكن كان أسهل. أنا قلت طب هذا الآن، طب بعدين إيش؟ واضح إنه المرشد حقنا ما هو مرشد رائع. كان دائماً الأوقات عنده غريبة، كان يقول لنا إنه كنا نقوله كم باقي على المحطة القادمة، فكان يقول أنا باقي نص ساعة، نمشي بعد ساعة ونص نقوله كم باقي، يقول باقي ساعتين. فنقوله يا سيدي أنت قاعد تلعب بأعصابنا وقاعد تلعب بمشاعرنا صراحة، خصوصاً مسألة السكر هي الشغلة الوحيدة اللي كان فيها شوية خوف، إنه كنت دائماً أحاول أضبط مسألة السكر، أحياناً ما نقدر نوصل، يعني إذا أنا ما أكلت بشكل جيد فأنا حروح لمدة 3 ساعات مقطوع تماماً.
برضو حتى وإحنا راجعين كان في همر، فالهمر وصل في مكان إنه الهمر هذا ماشي في طريق واحد وفي همر ثاني ضده، والمكان يكفي سيارة واحدة. فلأول مرة أشوف مشهد من مشاهد الأفلام إنه الهمر تقريبا طلع على الجدار زي كده ورجع مرة تانية، فكان شيء مرعب جدا. اضطريت إني أخذ بنادول لأنه الوضع ساعة كاملة خضخضة الغير طبيعية، أو ساعتين حتى النزول. تعلمت صراحة شغلات كثير من التجربة هذه، كيف أكون مستعد. فالآن الشباب يترقوا علي بالاستعداد اللي أنا ممكن أسويه دائما للهايكينج، بيكون معايا شنطة مناسبة، جزمة مناسبة، عصاية مناسبة، كله على أساس إنه غامر. لكن حط في بالك إنه صحتك مهمة. صراحة كان في مشاعر مختلطة، فبينتابني خوف أقاومه بالحماس. كل شخص له دائرة راحة، وأحيانا دائرة الراحة ما تكون هي الراحة الحقيقية، ما تكون هي الشيء الصحيح اللي أنت تسويه في حياتك. بعد دائرة الراحة في دائرة التعلم، وما تستطيع أنك تصل لدائرة التعلم إلا لما تخرج من دائرة الراحة حقتك هذه وتجرب شيء جديد، تجرب حاجة مختلفة بتدفك لآخر حاجة، بتدفك لأقصى شيء. لأنه لما توصل لأقصى مراحل الخوف، أقصى مراحل المغامرة، أقصى مراحل الفرح، بيبان وبتسقط عندك بعض الأقنعة وبتكتشف نفسك. يعني في اكتشاف الذات المغامرة هي أداة رائعة جدا 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 جدا. لما رجعت من هذه التجربة ومع استحضار كل الفائدة اللي صارت لي هذه، بحثت عن شخص يشاركني هذا الحلم، فوجدت أنس. أنس أوريدي ابتدأ هذه التجربة، كانت لسه في بداياتها، وله تجربة رائعة جدا 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 في هذا الموضوع. قررت أنه أتشارك مع أنس، جلسنا في جلسة، عرفنا شخص إلى الآن ممنون له. جلسة بمجرد أنه ذكرت أفكاري وبدأت أتكلم عن آمالي وأحلامي، اكتشفت أنه في توافق كبير جدا بيني وبين أنس، وقررنا وقتها أننا ننشئ البوصلة. البوصلة جمعت أنس عبد العزيز المتخرج مهندس نظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، واللي يشتغل في أكاديمية STC في تطوير القيادات. البوصلة فكرتها أنه من خلال المغامرة إحنا بنحفز السلوك القيادي وبنطور السلوك القيادي ونعزز فرص اكتشاف الذات. اشتغلنا لفترة تقريباً سنتين في البوصلة، ثم جاءت فرصة مع مسك لصناعة جمعية. واللي خلانا نروح مع مسك ببساطة إنه إحنا نبحث عن الأثر بشكل أولي وبشكل أكبر، أكثر من كوننا نبحث عن عائد مادي من شغلة يعني مشابهة لهذا. فجاءت فكرة مسك بتعظيم الأثر بطريقة خرافية، فبدأنا جمعية غمار. في غمار عمل عبد العزيز كمدير لتطوير الأعمال والاستراتيجية، بالإضافة إلى كونه كوتش ومدرب ومصمم برامج تدريبية، وطبيعي أنه بيتعرف على كثير من المشتركين والمغامرين. مروا علينا نماذج كثيرة من الشباب، كل واحد كان عنده تحدي مختلف عن الآخر. افتكر في مرة وإحنا قاعد نسوي تجربة الإنزال، في شخص كان الخوف عنده عالي جدا، لدرجة أنه الأمان عنده مطلب عالي جدا 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 جدا، ولا يغامر حتى مغامرة واعية، مغامرة فيها سيفتي عالي، فيها أمان عالي. فالتجارب اللي خاضها في تقريبا 12 مغامرة غيرته تماما. طبعا مو هو اللي بيقول لنا ولا إحنا اللي بنقول، بقدر ما الفيدباك اللي بيجي من الأهالي كان خرافي. يعني أنا تجيني اتصالات من الأمهات، تجيني اتصالات من الآباء أنه ولدي تغير، أنا ما أعرف إيش سويته، ما أعرف بالضبط إيش عملتوا ولا إيش طبيعة البرنامج، بس شكراً. غمار أثرت على مستواي الشخصي كثير، مستوى علاقاتي، مستوى تفكيري، من فكرة إنه الواحد أكثر شخص يستفيد من صناعة التجربة هو صانع التجربة. خطوة
خوض تجربة جديدة تجمع المغامرة والإفادة والرياضة، أمر متاح لكل شاب سعودي يسعى لتنمية شخصيته وسلوكه المجتمعي. غمار قادرة بالفعل على إحداث الفرق. لو كان سهلاً لفعله الجميع. غمار أنا أعتبرها زي البوصلة، ما حتمشيك الطريق، هي بس ترشدك على الاتجاه. إحنا بنقدم المغامرة كحل اجتماعي يعزز ويعمق التواصل الاجتماعي مع المجموعة